مدام نسرين، الحالة اللي انت فيها دي مش هتنفع. انا عايزك تهدي وتركزي وتحاولي تفتكري كويس. حاضر. مدام عزة ما حكتلكيش اي تفاصيل عن طبيعة المشوار اللي كانت رايحاه ده؟ لا خالص، اصل مامي كانت طول عمرها تحب تعمل لي مفاجآت. يعني تفتكري ان المشوار ده كان عشان حاجة تخصك؟ معرفش، هي ما قالتليش غير اللي انا قلته لحضرتك. بس مش غريبة يعني ان انت ما لاحظتيش غيابها الا لما الصورة وصلت لك؟ ما انا قلتلك اني كنت بايتة في الملجأ. ما كلمتيهاش في التليفون حتى؟ كلمتها وكان مقفول. عادي، مامي متعودة تقفل الموبايل كتير. وما فيش حد في البيت لاحظ غيابها؟ احنا عندنا بس شغالة واحدة بتيجي الصبح وبتمشي اخر النهار، وبعدين مامي متعودة تخرج في اي وقت وترجع في اي وقت. هي خرجت بعربيتها مش كده؟ اه. عندها سواق؟ لا، حاولت اقنعها كتير تجيب سواق بس ما كانتش بترضى. هي مامي كده، ما بتحبش الخنقه وبتحب تبقى براحتها. طيب تفتكري ان اللي حصل ده ممكن مثلا يكون حصل بغرض السرقه؟ معرفش، بس عربيه مامي مش جديده ومش غاليه، يعني ما حدش ممكن يطمع فيها. وبعدين مامي ما كانتش بتخرج بدهب كتير عشان بيعمل لها حساسيه. طيب حاجه اخيره، لان انا الحقيقه مش عايزه اتعبك، هل في بينك انتي او الست والدتك اي عداوة مع اي حد تخليه يفكر يعمل كده؟ لا طبعا، احنا ناس محترمين وعلاقتنا بالدنيا كلها زي الفل. وبعدين بدل ما نضيع وقتي ووقتك في اسئلة ملهاش لازمة، دوروا على اللي عمل كده وهاتوه. مدام نسرين، احنا عارفين شغلنا كويس، بس حضرتك علشان نقدر نعمل شغلنا لازم انت كمان تساعدينا بكل المعلومات اللي عندك. انا كل اللي عندي قلته. طيب سؤال اخير، يا ترى انت كنت تعرفي اي حد من الضحايا اللي قتلهم السفاح ده؟ لا. ولا اي حد من اهاليهم؟ والله انا ما عملتش لكل واحده فيهم كشف عيله عشان اعرف. ممكن امشي بقى ولا في حاجه تانية؟ بقالكوا 4 ساعات بتحققوا معايا زي وما اكون متهمه. لا متهمة إيه لا سمح الله. لا ممكن تمشي، تفضلي حضرتك، وإحنا لما نعوزك هنكلمك. تفضلي. إيه يا مدام؟ خلص؟ آه يا محسن. وصلني أحسن، مش قادرة أسمع. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. شكرا يا محسن، تعبتك معايا. تعبك راحة، ما تقوليش كده. اتفضلي بقى حضرتك اغسلي وشك كده وفوقني، اللي حصل حصل. توحيد الله يا مدام، ما تعمليش كده، كلنا هنموت، هو في حد هيخلك فيها؟ الا قولي لي يا مدام، هو مش غريب ان اللي حصل لبنت الدكتور محي هو اللي حصل للاستاذ عزه؟ لا مؤاخذه يعني، هي ايه الحكايه بالظبط؟ مش عارفه يا محسن، مش عارفه. بقول لك ايه، انت كفايه عليك اول حد كده، روح انت وانا لو احتجت حاجه هكلمك. ازاي حضرتك؟ اسمع الكلام بس، انا عاوزه اقعد لوحدي لو سمحت. حاضر. Thank you.
ضحية جديدة للسفاح. للأسف هو ده الخبر الرئيسي اللي عندنا، لكن المرة دي الضحية كلنا عارفينها، كلنا تربينا على صوتها وحبيناه، حبينا وتحبينا عليه. حسب مصادرنا في وزارة الداخلية تم اكتشاف ضحية جديدة النهاردة للسفاح. الضحية دي هي المطربة المعتزلة عزة كامل. حاولنا نتصل بابنة الفنانة الكبيرة لكن للأسف تليفوناتها مقفولة كلها، وكالعادة أجهزة الأمن تكتمت على الأمر ورفضت تدينا أي تصريحات بخصوص الحالة. يا ترى إيه اللي يخلي السفاح يقتل فنانة كبيرة زي عزة كامل؟ هل بيختار ضحايا بشكل عشوائي ولا في سر ورا اختياره للضحايا دول؟ كان نفسنا طبعا حد من وزارة الداخلية يعبرنا عشان نسأله الأسئلة دي، لكن يبدو إن دمنا بقى تقيل قوي على قلبهم. هسيبكوا دلوقتي مع تقرير عن حياة الفنانة الراحلة وبعده نكمل. استنونا. صوتي واطي على الآخر، هو بكلمك بأدب بس أرجوك يا مدام، أنا راجل مش صغير ومش حمل بهدلة. في إيه بس يا أحمد بيه؟ خفي على الداخلية شوية، إحنا ما صدقنا الحلقة بتاع المرة اللي فاتت عدت على خير. ما أنا قلت لك من الأول إنها هتعدي على خير، والحلقة دي كمان هتعدي على خير. وناش ضمني الله، مش كل مرة تسلم الجرة. مش كل مرة تبقى الضحية فنانة كبيرة ومشهورة زي عزة. الرأي العام هيولع، هتشوف بنفسك. يولع بعيد عني، الله، مش بإيدينا إحنا. زمان البرامج التانية كلها بتتكلم على نفس الموضوع، زمانهم شادين السلخة على الأمن وبيهاجموهم. تقوم أنت عايزني لما يهاجموهم أنا أسكت؟ ده يبقى اسمه إيه؟ الله، ومين قالك إن كل الناس بتهاجم؟ استنتاج يا سيدي. بعدين ما تضيعش وقتك، روح شوف التلفزيون. بس لو طلع كلامي صح اعمل اللي انا عايزاه، ولو طلع كلامك مش صح مش هجيب سيره الامن تاني في حياتي. تمام، بس انا متاكده من اللي انا بقوله. اشمعنى بقى؟ عشان الموضوع المره دي سخن قوي، وكل الزملاء مهما كانت علاقتهم بالحكومه حلوه ولا وحشه مش هيعرفوا يطنشوا التقصير الامني. عارف ليه؟ عشان لو عملوا كده هيخسروا الجمهور اللي بيدفع الملايين. فاهم قصدي؟ شفت بقى ان انا وحسام بيه عندنا حق، وان انت وحمدي بتخرفوا. مش قوي كده. قول لي بقى، هي ايه علاقه المغنيه دي اللي اسمها عزه كامل بشغلتنا؟ واسمع بقى، لم لسانك وكفايه اللي حصل لنا. طب وحق البنت يا عواطف؟ مش هنسيبه، ومش هنسيب الحكومه الا لما تجيبه، وانا مش ههدى لي بال الا لما اشوف اللي عمل كده متعلق في حبل المشنقه. اسئله كتيره بتدور في ذهننا من لحظه ظهور السفاح. يا ترى بيختار ضحايا ازاي؟ هل في رابط ما بينهم ولا بيختارهم بشكل عشوائي؟ والسؤال الاهم، الشخص ده بيعمل كده ليه؟ هل مثلا في خلل نفسي ورا الجرائم دي، او عقده ما هي اللي بتحركه؟ اما السؤال اللي مش لاقيين له جواب بقى، لامتى الجرائم دي هتستمر؟ وهل اجهزه الامن هتشوف شغلها وتوصل للمجرم، ولا هنفضل عايشين في الرعب ده على طول؟ خليكم معانا. يا دي الغلب اللي احنا فيه يا ربي، هي الناس ناقصه؟ ما كفايه العيشه اللي هم عايشينها، ناقصين السفاح ده كمان؟ على رايك والله يا ماما، ده انا بقيت مرعوبه ليل ونهار لدرجه اني بقيت اخاف انزل الشارع او افتح الباب لحد. لا مش للدرجه دي يا ماما، ولو عايزه نصيحتي انزلي وروحي وتعالي زي ما انت عايزه. يا سلام. طب والسفاح يا نادر؟ ولا هيقدر يجي جنبك. ليه بقى؟ ان شاء الله هيخاف مني؟ طبعا، مش عارفه قيمتك ولا ايه. يا اخويا الصيت ولا الغنى، انت عارف امك غلبانه قد ايه. ماشي، لو ما خافش منك هيخاف عشان وراكي ابن هيموت اي حد يفكر يلمس شعره منك. بس تسلم لي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. باين عليك مبسوط النهارده. الحمد لله. ايه يا ترى، لقيت بنت الحلال؟ لا يا منيره، وبطلي زن في الموضوع ده. كل الحكايه ان عندي مصلحه مهمه قوي، والحمد لله ربنا كرمني وقربت اخلصها. ربنا يسهل لك الصعب يا حبيبي. الله، احلى دعوه في الدنيا كلها. بما ان مزاجك رايق بقى، ايه رايك لو نتكلم في موضوع بنت خالتك؟ احنا قلنا ايه؟ ولا انت ما صدقت ان الواحد روق شويه؟ والله ارجع على قبلك وش تاني. لا اوعى، شكلك بيبقى وحش قوي، بعد الشر عليك. انا قصدي يعني، انا داخل انام عشان عندي شغل الفجر. طب والبرنامج؟ خلاص كملي انت بقى، انا كده سمعت اللي يكفيني. صباح الخير. وانت من اهل بنا يهدي. ربنا يرحم فنانتنا الجميلة عزة كامل، ويلطف بينا من شر السفاح وتقصير المقصرين. خلي بالكم من نفسكم، واشوفكم بكرة إن شاء الله. ده لو ما كنتش أنا شخصياً ضحية السفاح الجديدة. تصبحوا على خير.
ليه طفيت يا حسام؟ ما انت عارف اني بحب اتفرج عليها وهي بتكلم فارقه والتتر شغال. وبقى يا مروه، وبعدين في التفاهه بتاعتك دي تتر ايه وزفت ايه بس؟ انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ ما انت اللي بتقولي حاجات تفور الدم، وانا مستحمل حاجاتك التافهه دي من زمان قوي، لكن الرحمه حلوه بقى. وليه يا سيدي ما تتعبش نفسك قوي كده وتستحمل حاجه مش على مزاجك؟ انا من بكره الصبح عند ماما ومالكش دعوه بيا خالص. يو بقى يا مروه، دي مش طريقه. والله ده اللي عندي ودي طريقتي. ده انت بتتلككي بقى. عايز تشوف التلاكيك يا حسام؟ اوكي، عيالك عندك وكلم اختك بقى عشان تيجي تقعد لك بيهم، وانا عند ماما لحد ما تعرف امتى وتعرف تتكلم معايا ازاي. اوكي. عليك يا زوزو، ينفع برضو تعملي معايا كده؟ احنا مش كنا متفقين محدش فينا يسيب التاني لوحده؟ اعمل ايه انا دلوقتي لوليدك؟ يا نسرين، صحيح انا سمعت ده؟ بس ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقتني بقى يا أحمد بيه، أهي كل البرامج عملت زينا، كان شكلنا هيبقى عامل إزاي لو سمعت كلامك. معلش جت سليمة، بس ده ما يمنعش إن إحنا نخف الهجوم شوية على الداخلية. إحنا عايشين بحسهم يا مدام. لا إحنا عايشين بحس الناس. وبعدين أنا كنت أول واحدة شكرتهم لما عمل شغلهم مظبوط، وهكون أول واحدة بتهاجمهم لما يعملوا شغلهم غلط. طب معلش عشان خاطر انا، يبقى خلي بالك من الحكايه دي شويه. ماشي هحاول. بالنسبه بقى للموضوع بتاع السفاح وعزه كامل ده، عملت ايه؟ ما تقلقش، انا عارفه البرامج كلها هتتكلم عن الموضوع ازاي، عشان كده انا هتكلم عنه من زاويه مختلفه تماما. هنعجب الناس وهنكون مختلفين ان شاء الله. ازاي يعني؟ طمنين. ما تقلقش بقى يا احمد بيه، خلاص سيبنا شوف شغلي. ممكن تروي بقى وكفايه شرب، لان الشرب ده خطر عليكي. انت عارف ان انا فضلت كتير ما بحبهاش. معقول؟ ليه؟ اصل انا كنت شايفه انها السبب في كل مصايبي. اتجوزت راجل زباله وخلفتني منه، وبعدين لما اكتشفت غلطتها اتطلقت وعيشتني زي الايتام. كنت دايما شايفه ان انا بس اللي دفعت تمن جوازتهم المنيله دي. مش عارفة هو راح فين بعد الطلاق وهي عاشت حياتها بالطول والعرض. ايوه بس انا كنت حاسس يعني انها بتحبك جدا. زمان ما كنتش بحس بالحب ده، كانت دايما سارقة اهتمام الناس مني. ده لان انا ومشهور. كل اللي كان يشوفني كان يقول لي انت صوتك مش حلو زي ماما، ليه انت مش بتحبي تسهري وتهيصي ليه زيها؟ ايه ده انت مش طالعة شبه ماما ليه؟ زي ما اكون انا السبب في الحكاية دي. وكنت مصدقة انها لو كانت بتحبني كنت طلعت شبهها. ايه ده ايه ده؟ مين حط في دماغك الكلام الفارغ ده؟ من كتر ما كنت كارهة حياتي معاها، اول واحد حبني اتجوزته طبعا طلع راجل زبالة. يظهر ان دي الحاجة الوحيدة اللي طلعت شبهها فيها فعلا. احنا الاتنين خيبانين في تنقية الرجالة. ايوه بس اللي كان يشوفكم ما يفهمش الحكايه كده، بالعكس. ما هو طليقة على قد ما سقاني المر عمل معايا واجب جامد، لان هو اللي كان السبب في ان علاقتي بمامي تبقى زي ما انت شفتها كده. ازاي يعني؟ لما جيت اتطلق مامي وقفت جنبي، مسحت بطليق البلاط، دفعته تمن اللي عمله معايا غالي قوي. ساعتها بس حسيت انها امي اللي بتحبني فعلا، خاف عليا وحسيت اني ماليش غيرها في الدنيا. عارف يا محي؟ ايه يا حبيبتي؟ انا عمري ما فكرت انها ممكن تموت. كنت دايما مطمنه انها هتفضل جنبي ومعايا على طول. كل الناس هتموت يا نسرين، كل الناس هتموت. سيبك انت من الحكايه دي، لاني عايز اكلمك في موضوع كده. طبعا انا عارف ان الوقت مش مناسب، بس احنا كمان ما نقدرش نستنى اكتر من كده. اتفضل. ايه
عمر؟ ايه اللي جابك؟ في حاجة؟ تليفونك مقفول، حبيت اشوفك قبل ما اطلع المطار. مطار ليه؟ حصلت مشكلة كبيرة في اجراءات الهجرة عندي، لازم اسافر كندا حالا، حبيت اشوفك قبل ما اسافر. بجد هتسافر؟ هاي تعالى عمر، تعالى عط. قصدك ان الموضوع له علاقة بشغلنا مع حسام؟ عندك تفسير تاني؟ مش عارفة، انا ملحقتش افكر فيها كده لحد ما الضابط سألني في التحقيق اذا كنت اعرف حد من الضحايا او اهليهم. قلت له ايه؟ انا خفت وقلت له لا. عملت طيب؟ لو ان انا برضو خايف يدوروا ورانا ويعرفوا ان احنا صحاب، ساعتها هقول لهم ان انا معرفش ايه اللي حصل مع بنتك، هألف لهم اي سبب. بس لو الموضوع ده له علاقة بالشغل، مين بقية الناس اللي اتقتلت دي؟ محدش هيبقى عارف قرار الحكاية دي الا حسام. انت كلمته؟ لا طبعا ما لقيتش، انا اول ما عرفت الخبر جيت للجري. طب كلمه، خليه يجي حالا عشان نفهم راسنا من رجلينا، وفهمه ان لو ما جاش دلوقتي هقلبها ضلمه فوق دماغه. ما تلوش دراعي بحكايه سفرك دي يا عمر. يعني ايه اقرر دلوقتي؟ انت عارف ان انا ما بحبش الطريقه دي. لحد امتى هفضل الف وراكي وخلاص يا نهال؟ ويبقى المهم الطريقه اللي انت بتحبيها او اللي ما بتحبهاش، تفضل مشاعري وكرامتي ما لهمش اي تاني. حياتي كلها متلخبطه، مش عارفه اعمل ايه في نفسي. ليه؟ انت امك من امجد وانت خلاص شلتيه من دماغك. مين قالك ان انا شلته من دماغي؟ خلاص نكمل سوا ونخلص الموضوع ده. ما ينفعش، ما ينفعش يا حبيبي، مش هعرض فريده للخطر. وبعدين بقى هنفضل نلف في الدايره دي لحد امتى؟ لغايه ما ربنا يأذن. اوكي يا نهال، براحتك، بس خلي بالك ان انا مسافر ومش راجع. انا مش هفضل اشحتك طول عمري. اذا غيرت رايك بكلمة، بس على الله ما تعمليش ده بعد فؤادي. شوف وشك بخير يا بنت عمي. حصل، بلغوني من شويه. انت عندها دلوقتي؟ طب بص بقول لك ايه، عزيها بقى بالنيابه عني على باب اشوفها. لا دلوقتي ايه دلوقتي، انت عارف الساعه كام؟ حاضر حاضر يا سيدي، هاجي هلبس واجي حالا مسافه السكه. اتفضل. خير يا حبيب. مساء الخير يا ناصر. حضرتك جاي متاخر، انا قلت حضرتك مش هتيجي النهارده. معلش لسه مخلص شغلي دلوقتي حالا، وبعدين يا ولا انا اقدر اروح من غير ما اجمد الاول. اجيب لحضرتك حاجه تشربها بسرعه كده. حجر واحد بس وامشي. تؤمر يا باشا. مساء الخير يا ماما، ازاي؟ ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شدي حيلك يا أمي، البقاء لله. أنا ساعة وحجيلك ونطلع على البلد إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان من له الدوام. مساء الخير سعادة الباشا. معلش أنا آسف سعادتك إني بتكلم في وقت متأخر، بس لسه والدتي مبلغاني الوقت ان خالي توفى وعايزه اروح احضر الجنازه والعزا في اسيوط، فبس هذه سعادتك بس 3 ايام اجازه. حياتك الباقيه يا فندم، ما نجلكش في حاجه وحشه يا فندم. شكرا يا فندم، الف شكر. اتفضل يا فندم. ناصر. ايوه يا حبيبي. حساب كام عشان مستعجل؟ على طول كده يا باشا. معلش اصل مستعجل. لا
باشا كنت عاوز اخد راي حضرتك في حاجه كده مهمه قوي يعني. يا ابني بقول لك مستعجل. والله العظيم هاخد من حضرتك دقيقتين اتنين بس. ها خير؟ ممكن اخش؟ اتفضل. محتاج اتكلم معاك. ازاي تسكت على حاجه زي كده يا بني ادم رش بقلق؟ انا خفت والله العظيم يا باشا يدخلوني في سين وجيم وفي الاخر الاقي نفسي لابس في قضيه. وبعدين متهيألي يعني الموضوع مش مهم. مش مهم ازاي؟ هي البنت دي مش كانت موجوده يوم ما اتخطفت؟ ايوه بس جت لوحدها ومشيت والله العظيم من غير ما تقابل حد. يا بني ادم اي حاجه صغيره ممكن تفيد القضيه. انا لولا ان انا عندي ظروف كنت رحت معاك بكره المديريه الصبح. اسمع، هتروح بكره لواحد زميلي اسمه هشام بيه عبد الرحمن، هتقول له عايز اقابل سياده اللواء عادل هلال، ولما تقابل عادل بيه هلال تحكي له عن كل حاجه بالظبط. مفهوم؟ مفهوم. بطلوا الهطل ده بقى انت وهي. انتوا الحزن لحس دماغكم ولا ايه؟ ومين ده اللي يعرف حاجه عن شغلنا اصلا عشان يستقصدنا؟ احنا نعرف منين يا بنت؟ افهمي، احنا بنشتغل مع ناس محدش يقدر يفكر يهوب ناحيتهم. هو مين اللي بيهوب ناحيتهم؟ احنا اللي بندفع الثمن لوحدينا. وده مين ده بقى اللي هيتشطر عليكوا يا سيموحي؟ والله ما اعرفش، يمكن حد بيشتغل نفس الشغلانه او بنت من البنات اللي سفرناهم بتندقي من اللي اتعمل فيها. بنت؟ بنت؟ بنت مين دي اللي تقدر تعمل كل ده؟ ممكن يكون في حد بيساعدها. لا انت تبطلي بقى كلام الافلام الامريكاني اللي بوظت دماغك دي. طب تفسر بايه ان بنتي ومدام عزه حصل لهم نفس الحكايه وبالظبط؟ طب ما في اتنين غيرهم حصل لهم كده، ويا عالم هيحصل لمين تاني لحد ما يمسكوا اللي بيعمل كده. دي مجرد صدفه. صدفه صحيح، هي صدفه مؤلمه وسخيفه، لكن في النهايه صدفه. انا مش داخله دماغي حكايه الصدفه دي بصراحه ولا انا، وانا مش هفضل طول الليله حايلكم. يعني ايه؟ يعني اللي عندي قلته وانتوا احرار. تهديد ده ولا ايه يا حسام؟ والله شوفيها زي ما تحب يا نسرين، بس لازم تعرفوا ان البوليس حاطط عينه عليكم. علينا احنا ليه؟ ليه؟ اه طبعا، قضيه زي دي لازم يراقبوكوا ويراقبوا بيوتكوا ويمكن كمان يراقبوا تليفوناتكوا. والجنان اللي انتوا فيه ده وشغل اللبت والعجن اللي ملوش لازمه لا هيقدم ولا هياخر، بالعكس ده يمكن يكون سبب في انكم تروحوا في 60 داهيه. قصدك هنروح كلنا؟ لا يا ماما، انا ما بروحش في داهيه، انا ما حدش يقدر يهوبني، انا راجل حريص واخد بالي من كل خطوه. امال ايه؟ حتى وانا جاي لكم دلوقتي عامل حساب ان ما حدش يشوفني. الدور والباقي بقى عليك انت والراجل العجوز اللي سحباه وراكي زي الاهبل. في احزان انتوا تخرسوا خالص، والكلام اللي انا اقوله تسمعوه وتنفذوه بالحرف الواحد. الله، لازم تكونوا متأكدين إن أي حاجة بتحصل لراجل من رجالتنا إحنا مش بنسكت. طبعًا. أنتوا عارفين إحنا بنعمل إيه مع اللي بيفكر يأذينا. سواء كان من برانا أو من جوانا. وأوعوا تنسوا أشرف. فقالوا كده بقى واهدوا وما تخلوش حزنكوا يكون سبب في إنكوا تأذوا نفسكوا. سلام. أنا بحبك يا نيال، ليه مش عايزة تصدقي ده؟ يا بعد كل الوقت ده هي برضو بتحب نفس الكلام؟ أنا ماشي وراكي من ساعة ما رحت الاستوديو، بحاول أمنع نفسي إن أنا أتكلم معاكي، بس ما بقتش قادر. ما بقتش قادر على إيه؟ أمجد أنت مش عاوز تفهم ليه؟ أنا مش نفس البنت الصغيرة بتاعت زمان عشان تضحك عليا تاني. أنا خلاص اتغيرت. أنا كمان اتغيرت يا نيال، أنا محتاجك جنبي. محتاج لي؟ بجد محتاج لي؟ هو أنت بتحتاج حد غير نفسك؟ اتفاجئتي صح؟
أنا كمان اتفاجئت، بس هي دي الحقيقة يا نيال. أنت البني آدم الوحيدة اللي بتحسسيني بالاحتياج. أنا تعبان قوي. وأنا قوي. نهال كان على اللي حصل زمان، فأنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أكفر عنه. أنا مش ربنا عشان تكفر عن ذنبك قدامي. أنا مجرد واحدة مجروحة، مجروحة من كل اللي حصل زمان، من كل اللي عملته فيا، ومش هعرف أنساه، مش راضي أعدي. وانت هتفضلي محبوسة كتير في الجرح ده يا نيال؟ معرفش، مش عارفة لو هيخلص أصلا. لو انت بجد بتحبني عشان خاطري سيبني، ما تفضلش تجري ورايا، سيبني في حالي. معرفش، يمكن في يوم من الأيام أعرف أصفاتك. خسارة طيب على عموم انا مش هيأس، هفضل مستنيك. ما تتأخريش عليا. لا يا فندم، خلاص انا اتصرفت، اتصرفت وعقلتهم. بس افتكر يا فندم احنا محتاجين لمقابلة في اقرب وقت علشان نشوف صرفة في الموضوع ده كده. يا فندم المسألة بقت واضحة جدا ان احنا المقصودين. يا فندم، ما انا عارف ان احنا لازم ناخد بالنا، بس ما اظنش يعني ان في حد ربط ما بيني وما بين اللي بيحصل، لا اللي بيعمل كده ولا حتى البوليس نفسه. طمن سعادتك، ما تقلقش، خلاص تحت امرك يا فندم. بلاش مقابلات، وبلاش نتكلم في التليفون. بس يا فندم لازم نرتب خطوط تليفون تانية عشان نتكلم منها. ويا ريت يا فندم لو امكن يعني ان احنا نرتب لمقابله في اقرب وقت بعيد عن العيون. اوكي يا فندم، في أمان الله. ربنا يستر. يعني أنت مصدق الهري بتاعه ده يا محي؟ أنا لا مصدق ولا مكذب، بس الناس دي ما بتهزرش. دي ناس يعملوا إيه في أشرف لما يلقوا منه؟ أنت خفت ولا إيه؟ اللي أنا مستغرب له، أنت ليه ما خفتيش لغاية دلوقتي؟ اللي اتقال ده مش هرتالة في لحظة غضب. الناس دي ما عندهاش رحمة، وإحنا شفنا بعينينا. يعني إيه؟ نسيب حق اللي راحوا؟ لو انت ناوي تسيب حق بنتك، انا مش ناوي اسيب حق امي. مين قال بس ان احنا هنسيب حقنا؟ بس احنا حقنا مش عند حسام واللي وراه، ولو اللي في دماغي صح يبقى حقنا عند اللي قتل مامتك وقتل عبير. باختصار كده، عدونا وعدو حسام واللي مشغلينه واحد، وطرنا كلنا معاه. قصدك يعني؟ قصدي ان احنا كلنا في مركب واحد، ولو اللي حصل ده فعلا مجرد صدفه، يبقى احنا لازم نفضل مع البوليس لغايه ما نجيب حقنا. قلت ايه؟ شفت يا فريدة؟ كلهم طلعوا ما بيفكروش غير في نفسهم. عمر زهق وكرمته وجعته، وقرر انه مش قادر يصبر عليا اكتر من كده. وامجد قرر فجأة انه محتاجني، وعاوزنا ادوس على زرار ينسيني كل اللي فات، وافتح له دراعاتي وخفف عنه زعله. كلهم عايزين، مهمهمش انا عايزة ايه. عارفة مين الوحيد اللي شغل باله بيا؟ يوسف. الله يرحمك يا يوسف. يوسف هو الوحيد اللي حبيني بجد، ما كانش عايز مني حاجة، كل اللي كان عايزه ان ابقى كويسة. حلوين قوي. المناسبة تتجوزيني؟ انا عارف ان ده اخر مكان ممكن يكون مناسب لحاجة مهمة زي دي، بس انا مش قادر اخسر ولا دقيقة. العمر قصير يا نهال. قلتي ايه؟ تتجوزيني؟ وانت فعلا عايز تتجوزني بعد كل حاجة عرفتها عني؟
يعني هل انا حبيتك من اول لحظه شفتك فيها؟ واللي حكيته لي خلاني احبك اكتر. انا نفسي تديني الفرصه ان اكون السبب اللي ربنا بعته لك عشان يعوضك عن اللي انا شفتيها في دنيتك. استعمل كده ليه؟ انت ايه ذنبك؟ لان الموت اهون عندي من حياتي من غيرك. وارجوك ما تضيعيش وقت، ردي عليا. تتجوزيني؟ اوعي يا فريدة لما تكبري تطلعي زيهم. انا ما عنديش حد غيرك يا حبيبتي بعد يوسف. اوعي روحي توجعيني زيهم عشان خاطري. يا مروة عقلي عقلي وبطلي امور الجنان بتاعتك دي. مش انت بتقول عليا مجنونة؟ انا بقى اعرفك الجنان على اصوله. يا مروة حرام عليكي، ارحميني، انا اللي فيا مكفيني. وانا ما عملت لكش حاجة. واعرف يا حسام ان انا كنت معاك اصيلة للاخر، واستنيت لما الولاد راحوا المدرسة. بس انا مش هقدر استحمل اللي انت بتعمله فيا. كفايه غلط فيا يا مروه. والله العظيم عندي مشاكل في الشغل لا حصر لها، واعصابي تعبانه. انا مش مضطره ان انا استحمل مشاكلك اللي ما بتخلص. بص يا حسام، انا عند ماما. اول بقى ما تحل مشاكلك دي واعصابك تهدى كلمني بعد اذنك. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. لحقت تصحى وتلبس كمان؟ اصل عندي حاجات مهمه قوي النهارده. طب اقعد افطر يلا. مش هلحق، اصل مستعجل. ادعي لي يا ماما، محتاج دعاكي قوي اليومين دول. ربنا اللي يعلم يا حبيبي، ليل ونهار بدعي لك. ربنا يخليكي، بس انا عايزك تدعي لي اكتر شويه اليومين دول. اليومين دول اهم يومين في حياتي. ربنا ينولك اللي في بالك يا حبيبي. يا رب. مع السلامه. مع الف سلامه. احنا عندنا حاجة مهمة جدا في القضية دي ناقصانا، ولو مسكناها هنقدر نلاقي الحل. ايه هي الحاجة دي سيادة؟ النمط. النمط اللي المجرم ده بيختار ضحاياه على اساسه يا ايمن. لغاية دلوقتي احنا عندنا اربع ضحايا، اتنين اغنية واتنين من طبقة متوسطة، بنت صغيرة واحدة ست كبيرة في السن، واحدة بتلبس محتشم وواحدة بتلبس عريان، واحدة معروفة ومشهورة، وتلاتة محدش يعرف عنهم حاجة. طيب ايه بقى المشترك في الضحايا دي كلها اللي بتخلي المجرم يختارهم بالذات؟ معلش يا باشا انا اسف، حتى الجغرافيا مش هتساعدنا في حل المشكلة دي، لان كل واحد فيهم مش ساكن جنب التاني. ازاي؟ احنا عندنا العمارة اللي دخلها هاشم وحمدي. صحيح يا ايمن، انتوا عملتوا ايه في النقطة دي؟ والله سيادتك يا فندم، احنا بس الفترة اللي فاتت انشغلنا موضوع عزة كامل شوية. ايه التهريج ده يا ايمن؟ بقى حاجة مهمة زي كده تسيبها؟ مش حال لو ما كنتش موصيك ومشدد عليك. بقى بعد ما لقينا حاجة تربط لنا الجرائم دي ببعض تسيبوها كده وتجروا ورا كلام فاضي؟ احنا سيبناهاش يا باشا. العمارة كبيرة ومحتاجة شوية وقت على بال ما نفحص كل اللي فيها. وده سبب أدعى يخلينا نركز فيها. الوقت مش في صالحنا يا عصام. أنا عايز رد على الحكاية دي بأسرع ما يمكن. علم ينفذ يا فندم. مادام حمدي وهاشم دخلوا نفس العمارة في نفس التوقيت، يبقى أكيد في حاجة بتربطهم ببعض. عايزكوا بقى تدوروا وتشوفوا لنا إيه هي الحاجة دي. بلاش سيادتك يا فندم، كل كلام حضرتك هيتنفذ بالحرف الأحمر. آدي اللي أنتوا فالحين فيه. عملتوا ايه مع شركة المحمول؟ سيادتك كل النمر اللي كلمت عزة قبل ما تختفي نمر صحابة، الا رقم واحد بس كان في بينهم اكتر من اتصال. وطبعا اتضح ان النمرة دي مش متسجلة باسم حد، ولما اتصلتوا بيها لقيتوها مقفولة. بالظبط يا باشا، بنتعامل معاه وقت حريص جدا. طب والتليفون عزة؟ مقفول يا فندم بقاله فترة، والمكان اللي اترصد فيه الموبايل بتاعها للأسف ما وصلناش لحاجة. فالحين. طب يلا اتفضلوا على شغلكم ونفذوا كل اللي قلتلكم عليه. ايمن، انا عايز على اخر النهار يكون عندي اخبار عدله، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضلوا. كده ابتدوا يقعوا في بعض ويعرفوا ان اللي بيحصل ده له علاقه بيهم هما بالذات، لكن ما اظنش عارفوا مين اللي بيعمل فيهم كده وليه. والبوليس كمان زمانه قدر يربط الخيوط ببعض ويفهم الحكايه. عادل تظبط ليه؟
وكده كده هيوصل لأصل الحكاية، إن ما كانش دلوقتي يبقى بعدين. إحنا كده عملنا اللي إحنا عاوزينه، وحان الأوان ننقل على الخطوة التانية. ادعيلي من عندك.